عليكم اخواتي، شخباتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم قمت اوريكم الماكولات اللي موجوده في الامارات وكيف بتكون اجواء الغداء بتاع يوم الجمعه. طبعا هنبتدي بالشوربه. الشوربه هي شوربه العدس، كلكم تعرفوا تعملوها، واللي بدها يعني اي اكله شفتوها وعجبتكم وبدكم تتعملوا تعرفوا كيف تستوي ان شاء الله اعملها لكم. هاي شوربه العدس وعندها اسرار في عملها، ان شاء الله هعملها لكم ووريها لكم. وهاي الشوربه بيسموها توم يام سوب، هاي الشوربه تايلانديه بتتعمل بفواكه البحر، حوريكم. بتتعمل بيكون فيها الحليب الجوز، وبيكون فيها روبيان، بيكون فيها الليمون، في ليمون اسمه ليمون جراس، بيكون طويل بيتحط، بتكون فيها اعشاب. شفتوا يعني هاي حتى هي من الشربات اللي بتكون حاره، ما بتكون عاديه، بتكون سبايسي. ان شاء الله حوريها لكم في المستقبل حتى هي تشوفوا كيف بتتعمل. وحنتقل معاكم طبعا للسلطات، وبتتعمل بتتشرب معاهم يا ليمون او خبز محمص عشان شوربه العدس. طبعا يلا حنتقل للسلطات عشان اوريكم السلطات. حنبتدي بالسلطه العربيه، هاي السلطه بتاع البسباس او بتاع الشمر، شفتوها يعني حقربها لكم اكثر. بيكون فيها بصل وطماطم وبصل احمر مقطع دوائر وشمر. هاي الفتوش، سوري الفتوش، بتكون مع سماق مع خيار مع حاجات، يعني اي شيء عجبكم قولوا لي، قولوا لنا الطريقه انا بوريكم عشان تقولوا لي شو بدكم اعمل لكم، فهمتوا؟ هاي مقالي طبعا، سلطه المقالي. اوكي هاي بيسموها اللبنانيين مجدره، بتشبه الكشري بس هي مش كشري، هاي مجدره، بتكون مجدره عدس، بتكون عدس ورز وبصل محمص، وطبعا بيحطوا معاهم زيتون وهي الاشياء وبطاطا. هاي سلطه الحمص، ان شاء الله حتى حعملها لكم في المستقبل. هاي السلطه بالجبن، بتكون سلطه خضراء. وهاي سلطه فول، بس فول على الطريقه اللبنانيه مو على الطريقه المصريه. في مصر بتعملوه طحينه وباشياء، بس اللبنانيين بيعملوه ليمون وبصل وطماطم. وهي سلطة بطاطا، بطاطا حطينا على شكل قارة. اوكي وهي شمندر، وهي كمان شمندر، يعني الباربة بطريقتين. البنات في المغرب هاد سلطة الحمص تي انا غادي نوريكم طريقتها، تجي مع المشاوي رائعة. وهي سلطة البابا غنوج، البابا غنوج هو الباذنجان مع الطحينة، ان شاء الله حوريكم الطريقه كيف بيتعمل. يعني انا اي اكله عجبتكم قولوا لي اعملها لكم، حتى حقول لكم الطريقه بالضبط. وهي السلطه بتاع الزبادي والخيار اللي عملت ذاك اليوم، عملتها لكم مع البرياني الهندي، واللي ما شافهاش يشوفها او اعملها لكم مره ثانيه، ما عندي مشكله. وكمان هاي بابا غنوج بس بيتعمل بالشمندر، يعني عوض الباذنجان بيتعمل بالشمندر، شفتوا لونه بيطلع ما شاء الله بيجنن، شفتوا؟ هاي سلطة الجرجير، الجرجير ما عندناش في المغرب البنات، الجرجير كاين غير في الشرق الأوسط وفي الخليج. وهاي سلطة محمرة، هاي المحمرة تتصاوب بحال واحد البسكوي، هاي سلطة لبنانية حتى هي، بحال بسكوت بيكون مطحون، ما عرفت شو بيعملوا معاه بصراحة، ما عمري عملتها. هاي المدردرة اللي قلت لكم عليها، اوكي مدردره بتكون مثل فكره الكشاري. وهاي سلطه محبوبه العالم، تبوله البنات، تبوله هي صحيه كثير كثير، انتوا عارفين البقدونس الفوائد اللي فيه، يعني ان شاء الله حتى نديرها لكم البنات المغربيات، ان شاء الله حعلمكم كيف تعملوا احلى تبوله. وعوض البرغل، لانه هاي الصغير، هاي الصغير عباره عن برغل، ممكن تعملوها بسكسو، انا حوري لكم الطريقه اللي تقدروا تعملوها في المغرب. اوكي تتقطع فيها البصل والطماطم والليمون، وممكن تحطوا فيها حتى حبوب الرمان. وهي طبعا ورق العنب بالزيت، هاي المحشي مو مثل المحشي المصري اللي عملت لكم، مش مثل الدولمه، لا هاي بتعمل بس برز وخضار، ما بتتعمل فيه لحمه لانه بيتاكل بارد، وحتى السوا بتاعه بياخذ له حتى ساعتين وانتو حاطينه فوق النار.
وممكن تحطوه حتى الاربع ساعات، لانه المفروض انتم بتاكلوه بيكون بيدوب، يعني ما بيتمضغ مثل المحشي العادي، بيكون بارد بيتحط في الثلاجة. وهاي سلطة بطاطا كمان، يعني شوفوا الافكار الحلوة بتاع السلطات. البطاطا بنعملها هاي في المغرب، يعني مقطعين طماطم وبطاطا وبصل وليمون بتشهي. وهاي البابا غنوج طبعا، وهي سلطة الفاصوليا الخضراء. اوكي، يعني هدول السلطات الباردة. حنتقل معكم السلطات بتاع السيفود. هدول السلطات بصراحة صعبة، هدول بيتعملوا بس في الفنادق، يعني حوريكم بتكون مثل الكيكة، بيعملوهم خلطة وبيعملوها في قوارب وبيقطعوها. بصراحة انا ما بتعجبني، مذاقها ما بيكونش لذيذ، بحسها مش فرش. وهي الطريقة بتاع الموتزاريلا شفتوا، يعني الجبنة الموتزاريلا ممكن تقدموها بهاي الطريقة، يعني تعملوها مثل السياخ وتحطوها ديكور، بتطلع شكلها حلو. وهاي السلطة كمان تاع الفاصوليا الخضراء ممكن تتعمل خلطة وتتقدم بهاي الطريقة. اوكي، وهاي السلطة بصراحة ما عرف شو فيها، لأنه ما بحبش الأشياء، بس مقطعين معاها حتى البرتقال، مقطعين فيها كل شيء كل شيء. يمكن هذه اللي ما كله جميع الأنواع بتاعة الخضار. هاي قطع دجاج، فيها قطع دجاج وفيها بصل طماطم، فيها البرتقال كل شيء. وهي سلطة الشمندر كمان مع البرتقال. على فكرة البرتقال والحلو لما بتضيفوه الأكل في بعض الأكلات بيطلع بيجنن، يعني أحسن من بيكون تغيير. هاي سلطة الحمص، شفتوا اللي بيحبوا الحمص ممكن تعملوه بهاي الطريقة، شفتوا كيف؟ يعني عاملينه بهارات وعاملين له ليمون، مقطعين معاه الزيتون، مقطعين معاه طماطم صغيرة، هاي تشيري توميتو. اوكي، يعني بصراحة مذاقه طيب. الناس اللي بتحب الحمص، هاي اقتراحات عشان تعملوا بها الحمص. هاي كمان موتزاريلا، ممكن تحطها بهاي الطريقة، يعني الجبنة الموتزاريلا شفتوا بتكون كورة وتفرشوا تحت منها شي، يعني هذه فكرة للضيوف. وكمان هاي الخلطات ممكن تعملوها، هاي الخلطات اسمها غازباتشو. غازباتشو يعني مثل مشروبات بتتعمل ثقيلة، يعني بيطحنوا الخيار ثقيل ويضيفوا له مثلا حليب او شوية من شي وملح وشوية فلفل اسود. حتستغربوا الخلطة، بس فعلا مذاقه كتير 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 حلو. يعني هادو الافكار عشان الضيوف شفتوا، يعني ممكن تحطوهم، تكون عندكم ضيوف او شي تحطوهم على شكل مقبلات، يعني شوفوا الافكار ممكن تحطوهم في هيك نوع. هاي طحنين حليب الكوكونات مع النعناع، يعني حليب الكوكونات بيتشرب كتير حلو مع النعناع، بيطلع مذاقه كمان طيب وشكلهم حلو. يعني هاي بوريكم افكار الديكور، يعني لما يجوا عندكم ضيوف او شيء ممكن تحطوا بوفيه وتعملوا، يعني حتى الكميه بتاع الاكل اللي محطوطه مش كثيره، بس فعلا الشكل رائع. شفتوا هاي بيحطوا طماطم، على فكره بتتحط يا طماطم يا تاي سويت صوص، في صلصه تايلانديه بتكون مسكره، بيحطوا معاها السيفود. شفتوا الطريقه، يعني بتحطي السيخ، فيه زيتونه، فيه قطعه فجل وفي قطعه محار، وبتاكل مع الحلاوه بتاعت سويتس تاي صوص. بهاي بيكون حلو وبيكون حار مع بعض، يعني مذاقه كتير حلو. والدوره طبعا، دوره كمان مقطع معاها الخيار، مقطع معاها الزيتون، الطماطم، كمان ممكن تتحط للضيوف، تتعمل بجنب السمك. يعني انا هاي الفيديو عشان اوريكم افكار، واذا بدكم تعرفوا طريقه اي شيء تقولوا لي. اوكي، هاي سلطه القرنبيط والبروكولي، شفتوا كيف شكلها، مقطعين معها كمان زيتون، مقطعين معها بصل طماطم وكمان البرتقال، لانه بقول لكم دائما الاكل يعني حتى الحلو لما بيكسر الملح بيطلع طيب. عن جد مذاقها كثير حلو وصحيه، شفتوا شكلها، شفتوا. وهي كمان من الخلطات اللي قلت لكم عليها، بتتعمل خلطه وبيحطوها في قارب وبيقطعوها، ما عرفش صراحه شو هي. هاي فول صويا، هاي سلطه المكرونه. سلطه المكرونه بارده، يعني حتى هي فكره من الافكار اللي ممكن تعملوها للضيوف، تحطوها بجنب الاكل، تحطوها بجنب ستيكات، يعني حاطين فيها حتى الخبز مقطع
حاطين فيها فلفل ملون، حاطين فيها خيار، شكلها كثير طيب. وهي الافكار عشان الضيوف، شفتوا كيف طريقه التقديم؟ شفتوا انا حكبر الصوره عشان تشوفوها اوضح. شفتوا شكلها صراحه روعه، يعني شوفوا الكميه اللي محطوطه في الصحن بس تحطوها للضيوف مبهره بصراحه حلوه. الجزر كمان مقطع، وهي هاي القرع، القرع الاحمر مقطع ومعمول حتى هو بخلطات، ومحطوط عليه ورق بتاع السبانخ وطماطم وليمون. وهي كمان طريقه ثانيه لتقديم السلطات، يعني هاي الجبنه شفتوا كيف بيتفننوا في تقديمها. يعني هاي الخلطه هنا محطوطه بفواكه، فواكه مقطعه صغيره مسكره، وحاطين معها الجبن مالح. يعني جربوا تعملوا مثل ما بحكي لكم، كونوا جريئين في الاكل، اعملوا المالح مع الحلو بصراحه بيطلع حلو. الخس بيتقطع عادي ما فيش ولا اضافات. هاي التفاح، هاي سلطه التفاح الاخضر مع الشمندر مخلوطين بالمايونيز. يعني ممكن فكره التفاح والمايونيز ما تدخلش مخكم، بس عن جد بيطلع طيب. وهنا السيفود، بس مثل ما بحكي لكم السيفود هنا بس مسلوق، انا حكبر الصوره عشان تشوفوا اوضح. يعني بس مسلوق ما فيه لا اضافات ولا شيء، واللي بده يضيف بيحطوا له. يعني ممكن تحطوا خيار، الخل، هاي البلساميك، هاي مخلل. اوكي، هاي بتسموها ام الخلول صح؟ ام الخلول مع الروبيان. شفتوا؟ وهنا طحلين الخيار، الخيار ده بيمشي كثير حلو بجنب الاسماك البارده، وحطينه في هاي الكوبايات كمان طريقه حلوه للضيوف. شفتوا هاي طبعا السوشي، السوشي اللي صعب شوي ومكوناته مش موجوده في اي مكان، بس في يوم من الايام ان شاء الله حوريكم الطريقه كيف يتعمل. اوكي، وهاي خبز مثل الخبز بتاعت الكوفريت، ما عرف شو اسمه، مثل خبز الجلاش بس هم حاشينه. شفتوا يعني حاطين واحده فوق واحده وحاشينها ومقطعينها. الحشوه ممكن تختلف، انا بقربها لكم بس عشان تاخذوا فكره، ممكن ينزل الوحي وتعملوا لنا اكله حلوه. والحين حنتقل معكم الاطباق السخنه. شفتوا هاي جوانح دجاج بس معموله بالطريقه الكوريه، بيتقلي. اوكي، بيتقلو بيتحط في صوص سويت مسكر، يعني هذول مذاقهم مسكر مثل معسلين. شفتوا يعني هاي بعد ما بيقلوهم بيحطوا لهم الصوص، مو بيحطوا لهم الصوص من الاول. وهاي الباذنجان، بس هاي الباذنجان على الطريقه الايطاليه باسمها بارميجيانا، بارميجيانا، بس هي عبارة عن باذنجان محطوط فوق منه يعني محطوط تحت، وبعدين حاطين فوق منه قطع الخضار قطع صغيرة، وحاطين فوق منه موتزاريلا تشيز، جبل الموتزاريلا، بس ريحته بتجنن بصراحة. اللي بيحب الباذنجان حيحبه كثير. وهي اللحم معمول على الطريقة الهندية بالكاري، الأكل الهندي ثقيل 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 جدا، وفيه دهون كثير كثير، وفيه بهارات كثير كثير. يعني اللي بيحب الأكل تخيل حيحب هاي الاكل. هاي بيستوش هادو اللحوم وبعدين بيعملوهم في الكاري، الكاري بيتعمل الاول وبعدين بيتحط فيه اللحم. ان شاء الله بعدين حوريكم الطريقه بتاعو. شفتوا؟ شفتوا؟ حقربها لكم اكثر، يعني عن جد ثقيله كثير كثير. وهذا العدس بالطريقه الهنديه، الهنود بيعملوه بالكاري كمان. شفتوا الكاري وحبوب الخردل، انا بعد التليفون شوي عشان هذا، ورشينه بشويه كريمه من فوق. والعدس بتاعهم مو مثل العدس بتاعنا، العدس بتاعهم هما حبته صغيره. شفتوا؟ ومليان حلبه، مليان كاري، مليان حبوب خردل.
بالنسبه لهاي هاي الرز الابيض. الرز الابيض بيتقدم مع الاطباق التايلانديه. التايلاند والصينيين بياكلوا رز ابيض عادي، بس التايلانديين بياكلوا هاي الطويل بيسموه البسماتي بالياسمين، بيكون مذاقه غير. هاي البنات المغربيات ان شاء الله هنوريكم كيفاش تصاوبوه ان شاء الله. وهاي اللحم اسمه يعني لحم معمول بسميته باكليل الجبل، يعني بالشيح طبخين اللحم يعني حتى طاب، ومن بعد حاطينه في الصوص وحاطين معاه الشيح او اكليل الجبل. شفتوا حاطين معاه الطوره. الطوره هنا بتتاكل كثير مع اللحوم البنات، يعني الطوره ممكن تقطعوها تسلقوها وتحطوها مع اللحوم، بتطلع كثير حلوه مع الماشي بوتيتو اللي كنت بريتكم ذاك اليوم. هذا لحم في الطريقه الصينيه، هذا ان شاء الله قريبا غادي نديرو لكم، ان شاء الله حنعمل لكم قريبا. بعمل انا هاي الاكله كثير كثير في البيت، هي بالدجاج. بيتقطع اللحم، شفتوا كيف مقطع، رفع الشرائح نتاعو رفيعه كثير، وبتتعمل معاه الخضره. والخضره ما بتكون مستويه مثل ما احنا بنقعد نغلي ونغلي ونغلي، لا الاكل الصيني بتكون السموس الخضار فيه مش مستويه كثير. ان شاء الله هاي قريبا هعملها لكم ان شاء الله. شفتوا حتى البصل حطينه طويل، شفتوا الحبه تاع البصل. يعني من الاكلات الحلوه بتتاكل مع الرز الابيض او الرز المقلي. المقلي بيكون مع البيض ومع اشياء، ان شاء الله هعملها لكم. بنات هذه البطاطا، البطاطا هاي عندكم هاي البطاطا وعندكم الرز الابيض وعندكم الماتش بوتيتو او البطاطا المهروسه اللي عملت لكم ذاك اليوم. هالثلاث انواع بيتقدموا مع اللحوم. شفتوا البطاطا هاي سهله جدا، ان شاء الله حاعملها لكم. اذا بدكم اي وحده اعملها لكم هي الاول خلوا لي في التعليقات. هاي البطاطا بتتقطع الشرائح وبتحط معاها البصل وبتحط معاها الكريمه، ان شاء الله حاعملها لكم اوريكم الطريقه. وبتدخل الفرن وبتكون فوق منها الجبن. شفتوا كيف بصراحه تحفه. وهذه من الاكلات بصراحه اللذيذه جدا جدا. قطعت لحم مطبقه معموله في مرق يشهي، وعارفين بتذوب. شفتوا كيف العاد مطر منها، يعني بصراحه ما شاء الله هي بتستوي على نار هاديه لمده طويله عشان توصل لهي المرحله. وحتى البهارات اللي فيها شفتوا لما بشيل قطعه اللحم العظم تاعها ما شاء الله يعني بثواني بيروح. بتجنن حتى ان شاء الله حاعملها لكم. هاي بتاكلوها هي بجنب البطاطا اللي وريتكم، هي اللي عملت ذاك اليوم مع عملتها لكم بجنب البروكولي والسلمون، فاكرين؟ شفتوا هاي الدورة ممكن تاكلوها بهاي الطريقة، بتكون حليب جوز الهند صراحة لذيذة جدا. يعني فكرة من الأفكار اللي بوريكم يعني تستعملوها، عن جد حليب جوز الهند أو الكريمة بتخليها لذيذة وبتطريها. وهاي طريقة كمان بنعمل بها البطاطا، البطاطا بتقسموها نصين وبقشرها بتتحمر في الفرن، إن شاء الله حوريكم الطريقة قريبا. وهاي اللحم، هاي اللحم بصراحة من روائع، بيستوي على نار هادية جدا، العظم بتاعه بصراحة بيجي بيطير لحاله. يعني هاي اللحم ان شاء الله حوريكم طريقته، بيتاكل بجنبه هاي البطاطا اللي وريتكم. يعني هاي لازم يستوي على نار هادية هادية، بيبقى يمكن ساعتين او ثلاثة لغاية لما يوصل مرحلة لما بتحطيه في فمك بيدوب. شفتي؟ وهاي بتحطي بجنبه شوية طورة أو شوية بطاطا مشوية أو بطاطا مهروسة، يعني بتكون وجبة كاملة. يعني أي وحدة عجبتكم قولوا لي أعملها لكم. أوكي. هاي بيف متساوي. أوكي. هاي هذا لحم بتديروه على نار هادية، ولكن شفتو تيكون ني شوية، يعني كأنه ني مش ني. بس اللي ما عجبوش تيقطعو تيعطيهم هما تيحمروه زياده. اوكي. وتيحطوا معاه هذا الخبز، هذا الخبز هذا هذا الخبز هذا تيكون تيحطوه في واحد البلاصه تيتنفخ. يا شومي بليز نونو شومي ديس بريد يس. هذا الخبز تيكون هكا تيحطوه في واحد البلاصه ويحطوها مليانه زيت، غتيحطوه تيدخلوه الفرن تيتنفخ، وتيجي معاه تيحطوه جنب هاي السبيكات
الله كلشي مزيان. مزيان شكرا. وهذا الدجاج تيكون محمر وتيخمروا معاه الثوم. فاكرين داك داك اليوم لما وريتكم الثوم؟ ديس غارليك بليز، يا شو مي غارليك بليز. شفتوا داك اليوم قلت لكم الثوم لازم يتقدم مع الدجاج، اوكي، وتيحطوا معاه البطاطا. الثوم راه مفيد، بيقطعوه ويحطوه يتحمر. عشان كده انا بتشوفوني بحط كثير اكل في سميتو في مع اللحم يعني، او مع السلطات يعني. شفتوا الطريقه اللي بيقدموا بها اللحم؟ يعني قطعه لحم بيخلوه على نار هاديه 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 هاديه، ممكن تحطوها في الضيوف، في البوفيه، في العيد، وممكن تخلوها تستوي اكثر من كده يعني، مو مشكل. وطبعا بيتاكل مع الكبار، بيتاكل مع الماستر، مع البطاطا، مع البصل. هاي البصل المخلل اللي عندي، وهاي راديش، هرس راديش. هاي الصوص بتاعت الفجل بيكون لذيذ كثير مع اللحوم على فكره، وبيعقم اللحم يعني. حتى لو كلتوا لحم ني شويه ما تخافوا، مع الراديش الفجل سبحان الله بيعقمه. وهاي حبوب المخرطه، حبوب الماستر، اوكي. وطبعا ممكن طماطم المشويه كمان بتمشي بجنب. وهاي السمبوسات معجنات، شفتوا الطريقه اللي تيسدوها بيها؟ تيحطوا السبانخ وسط منها، يعني صحيه كثير كثير، اوكي. وطبعا الفطاير البنات هنا في الامارات بياكلوا الزعتر كثير، او في لبنان او في الشرق الاوسط بياكلوا الزعتر كثير كثير. انا حقربها لهم، شفتوا؟ يعني حتى شويه الطماطم والزعتر، هادو ملاوي معمرين بالزعتر، يعني فطاير محشيه بالزعتر. حكبرها لكم، عن جد بتشهي، بيكون فيها بصل وبقدونس كمان والزعتر. احنا البنات في المغرب ما تتاكلوش الزعتر، الزعتر قطعوه حشو به الملاوي، حشو به البيتزا، اي شيء مفيد كثير. وهذه بس الجبن. هادول تسميوهم دامبلينكس. دامبلينكس هما حاجات صينيه، يعني هما الفطاير الصينيه، تتكون نوع من انواع المعجنات الصينيه. صراحه هاي تتكون جاهزه، يعني في شيفات بيعملوها في الصين، بس صعبه جدا تتكون جاهزه، تتكون مليانه. مثلا هاي محشيه بالدجاج، شفتوا؟ هاي مثلا محشيه بالدجاج، وفي اللي بيحب ياكلها مع الصويا صوص، شفتوا كيف؟ وفي اللي بيحب ياكلها مع الصويا الحلوه السكر. يعني دائما بقول لكم مثل ما لاحظتوا انا باكل الاكل المالح والحلو، الاكل ما تضحكوا، الاكل المالح والحلو فعلا من الاكل الطيب جدا. حاولوا تخلطوا الحلو مع المالح، والله يعني بصراحه روعه. وكمان هاي نفسها، بس هاي محشيه بروبيان شريمبس. وشفتوا بيحطوا دائما الورق بتاع الموز، الورق بتاع الموز الصين تايلاند خصوصا بيحطوه كثير كثير، بيستعملوه كثير. وهاي مثل الخبز، ولكن هاي الخبز بتكون العجينه بتاعته مصنوعه من الرز مو من الخبز. احنا ما شاء الله علينا العرب بناكل رز كثير كثير كثير. الصينيين بياكلوا الرز بودره، بيستعملوه اكثر بطرق ثانيه، بيستعملوه مثل ورق البلاش، بيعملوه من الرز في انواع، في انواع بيعملوها مثل كده مثل خبزات بان، وبتكون محشيه، بيحشوها بحشوات مسكره شوي. انا حفتح لكم واحده عشان تشوفوها، اوكي. شفتوا يعني هاي الحشوه هذه مسكره ولذيذه كثير. الخبز ما فيه ولا بهارات ولا شيء، بس الحشوه فيها لحم وفيها بصل وفيها سكر. وفي نوع ثاني كمان، يعني هذول في ناس كمان بياكلوهم مع الحار، في اللي بياكلهم مع الهوت صوص، وفي اللي بياكلهم كده كمان، هذول مع الخضار كمان. هاي العجينه الخضراء مصنوعه من الرز والحشوه بس خضار. يلا الحين حنتقل معاكم الحلويات، شوفوا انواع الحلويات. حوريكم اولا انواع الخبز، الخبز اللي بيشهي، وقايله لكم في حلقه من حلقاتي انه اللي بدها تتعلم هاي الخبز، في واحده صديقتي حتى بالتعليقها كمان مقيمه في فرنسا مغربيه، ما شاء الله عليها بتعمل هاي الخبز الفرنسي روعه. اللي بدها يا بنات تتعلم، انا حخليها تعلق وحتى بالتعليقها تحت الفيديو، ودخلوا عندها وتعلموا تعملوا الخبز. يعني احسن مرجع ليكم الخبز الفرنسي، لانه بحكم انها مقيمه في فرنسا والله خبزها روعه، وانا ما حشكر لكم شيء من فراغ.
اللي بيحب يتعلم الخبز انا حخلي له اللينك، حخليها تحت الفيديو ان شاء الله تعلق. وحوريكم الحين الحلويات. الحلويات فيها تشيز كيك، شفتوا التشيز كيك لازم يتحط فوق منها البيريز، شفتوا البيريز بيطلع شكله كتير حلو طيب. هاي الحلوة العربية شو اسمها والله ما عارف شو اسمها، مثل ورقة تاع بغرير بيحشوها بالمكسرات وبيطووها. انا حطلع واحدة، شفتوا كيف. وهاي الحلوة بتاعت الفراولة بتاع الفريز، هاي حلوة مسمينها ساندويتش المشمش لانه عاملين خلطة من فوق وخلطة من تحت وحاطين في النص المشمش، شفتوا. هاي الاورنج عبارة عن مشمش، يعني هذه الطريقة كمان تعملوا بها الحلويات وتاخذوا افكار، شفتوا كيف شكلها كتير طيب. هاي الحلوة بحبها كتير بتاع الجزر، مذاق الجزر فيها ما شاء الله روعة. وكمان حاطين ديكور من فوق الجزر، والجزر برشينو ومعسلينو حاطينو فوق منها، روعة بصراحة. وهاي الكيكة بتاعت بنقولها احنا الشريحة، يعني بتاعت تين اليابس، تين اليابس مقطع ومع القرفة ومع الإجاص ومع التفاح، والعجينة من تحت ما شاء الله بتجنن، شفتوا. يعني شوفوا، يعني ممكن تكونوا ما شاء الله بتعملوا حلويات، بس هذول اللي ما خدت فكرة بتاعت الحلويات حتاخد فكرة بتاع التقديم، طريقة التقديم. هاي بنسميها ريد فيلفت، يعني المفروض هاي الحلوة بتاع ريد فيلفت بنعملها كبيرة، بس هما عاملينها عبارة عن ميني، شكلها طالع كتير حلو. وهذه حتى هي حلوة بتاع المكسرات، شفتوا كمان الطريقة اللي حطيناها بها. وهي الأفكار بتنفع في الضيوف، شفتوا كيف، يعني لما يجيكم ضيوف عوض ما تعملوا حلوة كبيرة اعملوا حلويات صغيرة ميني ميني، كل واحد بياخذ بتاعته. وهي الأورنج اللي فوق منها هاي عبارة عن مندارين، يعني ليمون بيكون صغير قشرته بيقطعوه بيعسلوه ويحطوه ديكور. هاي الحلوة اسمها عيش السرايا، هاي لبنانية بيحطوا فوق منها جبن وبيحطوا تحت منها نوع من أنواع الخبز والفستق والسكر والورد، كمان بيعطي ديكور بيعطي مذاق كتير حلو. وهاي الكنافة داك اليوم عملتها لكم بالقشطة والمانجو، هاي بالجبن، شوفوا كيف، يعني ما شاء الله معسلة الجبن، شوفوا روعة ما شاء الله. وبيحطوا فوق منها القطر، أنا ذاك اليوم حطيت لكم العسل، يعني ممكن تحطوا العسل ممكن تحطوا القطر. وكمان هذه طريقة ثانية عاملين بها الفواكه وحاطين فوق منها الكنافة محمصة بدون فرن وهرسينها وحطينها، إن شاء الله حتى هي حوريكم الطريقة. وهي الحلوة بتاعت أم علي، هاي أم علي إن شاء الله حوريكم طريقتها، أخواتي المصريات بيعملوهم بطريقة واللبنانيات بيعملوها بطريقة، وبتكون عبارة عن كرواسون. اللي ما عندهاش الكرواسون ممكن تعملها بهاي اسمها ايه الورق اللي بنعمل به، بيكون تاع الزبدة إن شاء الله حوريه لكم، بيتحمص في الفرن وبيطلع وبتحط عليه حليب، تحط عليه مكسرة، تحط عليه جوز الهند، زبيب، يعني في أشكال كثيرة ان شاء الله. حتى في المستقبل حاعملها لكم، شوفوا طريقتها. وهي كمان طريقة ثانية بتاعت الحلويات، حتى نفق منها المشمش، حتى نفق منها الليمون. هاي مثلا الليمون معسل، شفتوا، يعني الليمون ممكن تقطعوه دوائر وتسلقوه وتعسلوه وتحطوه ديكورات فوق الحلويات مع الفراولة، مع أي نوع حلويات بتحبوا. هاي الإكليرز، الإكليرز بتكون محشية ممكن تحطوها بأي طريقة. هاي مثل السمبوسة، يعني السمبوسة بتعملوها ما شاء الله، وبشوف كم صديقة بتعملها، بس طريقة التقديم هاي حلوة، يعني بتتقطع كده مثلثات وتتحط واحدة فوق واحدة. هاي الكنافة بيسموها المبرومة،
هذه نوع من انواع الكنافات حتى هي شفتو بتكون بصراحه يعني هي صعبه شوي، بتكون مليانه بيستاشيو، وبعد ما بتستوي بيرشوها بيحطوا عليها المي بالعسل يعني او قطر او ما عرف شو بيسموه، بيقطعوها دوائر. وهاي الساندويتش بتاع المشمش اللي وراتكم قبل شوي هنا واضح، وهاي حلوه ثانيه. وشفتوا هاي الطريقه ثاني بتاع التقديم كثير حلوه، يعني عاملين ثلاث طبقات بتاع الكيك وعاملين بينهم الكريم، الكريم اخضر شكله، وشوفوا من فوق حاطين كمان الكريم وحاطين فوق منه الفواكه. يعني ممكن تعملوا كيكه في البيت وتعملوها بهاي الطريقه، يعني شكلها كثير حلو. وهاي الحلوه هاي هنديه اسمها راس مالاي، هاي بتكون من نوع من انواع الرز، بيحطوها في حليب ومكسرات، بيكون سكرها شويه زياده بس كثير لذيذه. وهاي حلوه بس بالبيستاشيو، البيستاش مذاقها كثير حلو، يعني حفتح لكم واحده تشوفوها. شفتوا يعني بيحشوها بالقشطه من جوا، وبتكون هي بيحطوها في القالب بتاع الخشب، القالب بتاع الخشب، وبعدين بيعملوها بيشكلوها ويحطوها. الحشوه اللي فوق بيكون في كلها بيستاشيو، يعني بتمشي مع القهوه السوداء، بتمشي بتجنن. وهي كمان حلوه من الحلويات صراحه، ما بعرف لانه ما ذقتها، ما عرفت شو اي وحده، بس فوق منها السكر بغولي او السكر المحروق، يعني بتحط فوق منها السكر وبيضربوه بالنار عشان يتكرمل. ودائما برجع بقول لكم شوفوا الفكره بتاع البرتقال، البرتقال بتقطع دوائر بتحط ديكور في اي شيء. وهي حلوه لبنانيه اسمها مبرومه، هاي اللي فوق عجينه، يعني هما بيعملوا هاي الخلطه بتاع العجين وبيطبخوها وبعدين بيعملوا فيها جوا القشطه او الجبن وبيطووها. هذه نوع من انواع الكنافات بتاع لبنان، بصراحه لذيذه جدا وفيها ميه ورد ومذاقها روعه روعه. وهي طبعا البلاك فورست، البلاك فورست الحلوه، شوفوا كيف طريقه تقديمها، متعودين احنا بنشوف البلاك فورست مدوره، هاي مقطعه كده بالطول. وطبعا هاي الكلاصات او الكوبايات ممكن يعني طريقه من طرق تقديم الحلويات، مثل ما قلت لكم لما يكون في ضيوف ما عمركم تعملوا حلوه تكون حجمها كبير، اعملوا حلوه يكون قطعوها واعملوها مينيز يعني صغنطوطه. شفتوا وهي حلوه بتاعت البيريز، بيريز توت ما شاء الله بتشهي، انا بعشق البيريز بعشقهم. شوفوا اي نوع كيك ممكن تعملوه، اي نوع كيك وتخلوه عادي، بس فوق تعملوا خلطه بتاع البيريز، يا فراوله يا بلاك بيري، راس بيري، ريد بيري، اي نوع اي نوع عندكم ممكن تعملوه، كمان كثير طيبه. وهي حلوه التيراميسو، التيراميسو هاي بصراحه من الحلويات المفضله عندي. بنعمل اسمها في جبن اسمه الماسكربوني تشيز، بيتعمل تحت وبتعمل فوق منه الطبقه بتاع بسكوت بيتغمس في القهوه، وبعدين ماسكربوني تشيز وهيك ودارك شوكليت. وهاي البسكوت بتاع الماسكربوني ممكن تحطوه في القهوه كمان، يعني في طرق كثيره ان شاء الله في المستقبل حتشوفوا على قناتي كيف بعملهم ان شاء الله. والحين جبتكم الاكل الايراني، الاكل الايراني في المستقبل حتشوفوا كثير اطباق ان شاء الله. الايرانيين بياكلوا البيريز كثير وبياكلوا الزعفران كثير، هاي بيسموها الزرشك، الزرشك هو البيريز يابس، الزرشك ان شاء الله حوريه لكم في المستقبل، بيكون مذاقه حامض كثير ومع الزعفران وبيتعمل معاه رز. وهم هاي الرز عندهم اساسي مع المشاوي، مستحيل ياكلوا رز بدون زعفران بدون زرشك مع المشاوي. وطبعا المشاوي الايرانيه بتكون عباره عن دجاج، قطع دجاج في اسياخ، بيعملوها هم بهاي الطريقه، بيتبلوها شفتوا كيف، يعني عباره عن دجاج فيلي متبل. ولو لاحظتوا بانه اي اكله بوريها لكم ما بتلاقوا هاي البهارات الكثير، يعني فقط المطبخ الهندي هو اللي فيه بهارات كثير، المطابخ الثانيه لا، المطابخ الثانيه بيركزوا على الصوصات. هاي نوع من انواع الدجاج الايراني كمان،
معمول بالباذنجان شفتو، قطع دجاج فيلي معمول مع الزيتون، معمول معه باذنجان، معمول معه الطماطم، محطوط صوص بشهي الصراحة. وهاي السيفود بالطريقة الإيرانية معمول في صوص، صوص مخلوط مع الليمون، هما بياكلوا الليمون كتير، هاي الليمون اليابس اللومي بيعملوا في الطبخ كتير كتير. وأكلهم لذيذ صراحة، أنا بالمطابخ اللي بحبها هي المطابخ الإيرانية. وهاي اللبنانية هاي الكبة باللبن، الكبة باللبن انتو بتعرفوا أخواتي الكبة طبعا شكلها مخلصة. المهم الكبة حطوها هنا في اللبن مع نعناع، نعناع ناشف بعد ما بيقلوا الكبة، يعني هي كبة باللبن بس خلصت. أنا قلت أصور لكم لأنه الحين الجو شوية راق، قبل شوي كان في صداع وكذا، أحسن أصور لكم والأمور هادية شوي. بعد ما بيقلوا الكبة وبيحشوها بعدين بينزلوها في اللبن مثل فكرة الكوسة باللبن. وهي الدجاج بالفريكة، يعني مثل بط بالفريك، مثل أنواع كثيرة هم عاملين دجاج بالفريكة، الدجاج عاملينه لحاله والفريكة لحالها وحاطينهم مع بعض. كمان هاي فكرة من فكرة تقديم، يعني طريقة من طرق تقديم الدجاج. وهاي مشبوس دجاج، يعني دجاج مثل برياني معمول مع الرز ومع المكسرات ومع الزبيب. وان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتوا، واي اكله عجبتكم من هاي الاكلات ونفسكم تتعلموها طبعا تحكوا لي. وهاي الاويسترز ما وريت لكم، هاي العشق، هاي بيتاكل ناي الحلقه تاع السوشي وريتكم انا الاويسترز صح. يلا ان شاء الله تكون هاي الحلقه عجبتكم، وفي فلوق تاني ان شاء الله، وفي لقاء تاني. واي اكلة عجبتكم ان شاء الله تقولوا لي عنها عشان اعملها لكم وتتعلموها. وان شاء الله الى اللقاء في حلقة تانية، وشكرا على المشاهدة والى اللقاء.